سلام يا احلى متتبعين قناه خديجه شانيل، معكم خديجه، كنرحب بكم كاملين وبالناس اللي عزاز انضموا للقناه. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله الفيديو متنوع، خليكم معايا حتى الاخير. غادي نوريكم روتين لام لاربع بنات كيفاش كيدوز. اول حاجه كيف ما كيبان لكم البنات هذه المشاغبه، البنات ديت بناتي يديروا لي زاكتيفيتي والمشاغبه بان ليها واحد كيلعب في البيانو، قالت انا نمشي نلعب في البيانو، ما جلساتش البنات. شوفوا حتى هي بغات البيانو تلعب فيه، راه كتحاول تقلب عليه ملي كيتحل ليها كنحيدها وكترجع. البنات كديرين لاباس عليكم؟ اش كنو كتعاودوا دير الامور عندكم هانيه وليداتكم لاباس عليهم؟ اليوم البنات كيف ما كيبان لكم، كما قلت لكم كندير البنات كيديروا لي زاكتيفيتي، انا امام تشد على هذه المشاغبه ما خلات حتى بلاصه. ديك الساعه هي البنات كندوزها ساعه في الجحيم مع هاد خيط بصراحه، ملي كيكون الاب ديالهم كيديهم كيعاونني شويه، هو اللي كيديهم نهار الاربعه الا ما كان عندي ميد، الا كان عندي شي حاجه زعما اللي غادي نقضيها انا كيتعاون معايا هكا، وهو تا هو ما عنده ما يدير كيجيبو، الا ما كانش البنات راه كيبقاو لاصقين فيا انا اللي كنجيب. قاعد قاعد صاي صاي بيبي داليا. قلت لكم البنات والله ما تزاقلت حتى لعبت فيه عاد باش ارتاحت وجلست. هنا البنات من بعد ما دخلت باش نغديهم درت اللازان فيت في وحطيتها في الفران. راني ديجا تشاركت معكم البنات في عده فيديوهات سي با لا بين ما باش نوريكم مقادير وداكشي. وكيف ما قلت لكم البنات خصني ثاني نرجع لابريميدي، ديتهم الصباح وخصني نرجعهم عاوتاني لابريميدي، يعني كندوز هذاك النهار البنات غير في السيروجي. اللازان ديالي راه وجد، شوفوا البنات كيجي محمر زوين وحتى الفران كيلعب دور. البنات هذا الفران اللي خديت مؤخرا غزال بزاف وكيطيب مزيان، ومع فيه ديك لافونتيل فيه ديك المروحه البنات دغيا كطيب. ايوا هنا كيف ما كيبان لك اخيتكم راه صافي لابريميدي تاني هزيتهم. شوف راه كيبدا كيبان عليا التعب البنات، راه من 8 ديال الصباح انا نايضه. هنا كيف ما قلت لكم البنات وحده كتدخل والاخرى كتسنى حتى كتكمل هذيك الساعه. وهنا كيف ما كيبان لكم مزاوقين الدنيا في هذا السونتر، هذا عندهم واحد سبيكتاكل غدا غادي يديروه ان شاء الله، راني صورت نبغي نشاركوا معكم في الفيديو الجاي البنات لانني كندير المونتاج انا الغد ليه. هاد الفيديوهات راه كنكون مسجلاه من قبل البنات وكندير لكم اليوم المونتاج. شوف كيف ما كيبان لكم حاطين كلشي الالات وداكشي كيديروا داك الاحتفال ديالهم ديال راس العام. ومن بعد غادي نخليكم معايا البنات، بغيت نمشي لاكسيون نزيد نتقدى شويه بحال ديك النهار ما لقيتش هذوك لي بوجي، ما لقيتش البنات لحد الان والله الا ما عرفتش فين غادي نمشي. حتى قلت لبنتي دابا تمشي ليا للماكازا نورمال تمشي للايمات تشوفهم الا لقاتهم لي بوجي وداكشي، واخا مشيت لاكسيو ما لقيت والو. وانا داخله البنات صافي من بعد ما حطيت البنات مشيت باش نضرب دويره في هذيك الساعه اللي عندي
وانا داخله الاوشو باش نمشي لاكسيون البنات، لقيت هذا المحل في وجهي. عرفتوا البنات ديك اللي كتكون البنت اللي كتكون حاطه داكشي ديال الحلويات وديال المسمن وداكشي، فاتحين هنايا المحل غزال غزال غزال، عندهم منتوجات اللي غزاله بزاف البنات. انا كنت كنصحب راسي غير في بلجيكا لانهم مدخرين شي سلعه زوينه غير نافوغ مع ديال الترك، هذه سلعه اللي غزاله بزاف. وشفتوا راكم عارفين هذا اللون الذهبي حتى هو ضارب هذا العام، وهذا الشيء ديال المغبغ هذا اللي كيكون في النواق في البلون حتى هو زوين البنات. قلت علاش لالي ما نصورش البنات يشوفوا ياخذوا افكار، ربما تعجبهم شي حاجه هنايا جيو عندهم مرحبا بكم. ظريفه بزاف البنت اللي كاينه تماك، الله يعمر لها الدار، حسن استقبال بصراحه. وعند البنات هادو هاد الصور هادو اللي كيتعلقوا ايات بحال هذه، ايات الكرسي قول اعوذ برب الفلق، عرفتي غزالي 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 بزاف البنات. الكبيره فيهم كدير 30 اورو والصغارات 15 اورو، ولكن الا درتيهم في الصالون عرفتي شنو درتي بصراحه. عندهم هاد الشيء ديال الحلويات البنات، عندهم كل شيء حتى لي مول سيليكون عندهم، كولوغاسيون كل شيء عندهم. شوف الا كنتو مهتمين ضربوا دويره وشوفوا شنو عندهم واش مدخلين، لان بصراحه داكشي زوين. شوف هاد المعلقه فريشطه حتى هما، شوف البنات في هاد البلون روعه، عجبني انا البلون غزال بزاف. حتى الاثمنه مناسبه زعما بغيتي تاخدي شي حاجه ديال الهمه، شي حاجه راقيه هكا. بالنسبه لهاد البلاطويات البنات راه غير بلاستيك، هادو اللي كيبانوا اللي هزيتهم دابا داك البلون بلاستيك. شوف هاد لي سيرفيس حطيه في الكوزينه يبان غزال، ديال العطريه وديال والجميل في هادشي كامل البنات حاطين هذوك لي طابل ومقادين فيهم داك السيرفيس، كتاخدي حتى انت كتاخدي فكره عرفتي. غزالين 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 بزاف البنات. انا بصراحه حمقوني هاد الديكورات كيساليو معايا. شوف هاد البلاطو حتى هو زوين، انا كيحسب لي غير كندور في بروكسل في بلجيكا البنات. غزال هادشي والله العظيم الا زوين، زعما مدخله سلعه اللي زوينه بزاف. شوفوا لي هاد لارجونتي تا هو،
وانا جايبه هاد لي كوافوز هادو حتى هما زوينين انيقين كتحطو شي حاجه زوينه. البنات ما تنسونيش ملي لايك ديالكم والتعليقات الزوينه ديالكم كيف ما عودتوني عليها دائما، ومرحبا حتى بالانتقادات ديالكم. اللي مازال ما اشتركش في القناه يضغط على هذاك الزر الاحمر اللي كاين تحت البنات وضغطوا على الجرس باش يتوصلوا بكل ما هو جديد فين ما نحط الفيديو يوصل ليكم. والبارطاج البنات اللي عجبكم لا فيديو بارطاج، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. انكرويابل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.